حادثة كان الخطأ هو الجاني فيها، قصفت قوات من الجيش والشرطة المصرية 4 من السيارات ذات الدفع الرباعي استقلها فوج سياحي مكسيكي أثناء ملاحقتها مسلحين بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية، ما أسفر عن مقتل 12 وإصابة 10 آخرين ما بين مكسيكيين ومصريين. ردود فعل مدوية واجهتها مصر جراء هذا الحادث، لعل أولها إدانة الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نيتو للواقع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مطالبا الحكومة المصرية بالتحقيق في الحادث. كما أعلنت المكسيك أن سفارتها بالقاهرة في حالة تأهب لمتابعة أوضاع مواطنيها المتضررين من الحادث. ووصلت وزيرة خارجية المكسيك كلاوديا رويس ماسيو إلى القاهرة أمس لمتابعة ملابسات مقتل المكسيكيين 8. كذلك تولت ردود فعل الصحف العالمية التي تابعت تداعيات الحادث، حيث أبرزت صحيفة التلغراف تصريحا لأحد أقرباء الضحايا يقول فيه أنهم لم يحيدوا عن الطريق سوى لمسافة 500 متر فقط لتناول الغذاء ولم يدخلوا أي مناطق محظورة. وقالت صحيفة الجارديان أن مصر تواجه تمردا مسلحا تصاعدت وتيرته بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي بقيادة تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش الذي بدأ في مهاجمة أهداف غربية. وأضافت الجارديان أن مصر تعتمد اقتصاديا بشكل رئيسي على السياحة التي تراجعت في السنوات الماضية لما تشهده مصر من فوضى سياسية واقتصادية، فبعد وصول عدد السائحين في 2010 إلى 15 مليون سائح تراجع هذا الرقم في 2014 ليصبح 10 ملايين سائح فقط. فيما قالت واشنطن بوست أن الحادث يعد أكثر الحوادث دموية بحق السائحين في مصر، ويأتي في وقت تحاول فيه مصر النهوض بقطاع السياحة بعد التدهور الذي لاحقه في أعقاب ثورة 25 من يناير. العملية العسكرية المصرية في الصحراء الغربية جاءت رداً على عدة عمليات نفذتها التنظيمات الإرهابية، ففي أغسطس الماضي أعلن الجيش المصري عن استشهاد 4 من عناصر القوات الجوية إثر تحطم طائراتهم أثناء مطاردة مسلحين بالقرب من واحد سيوة في الصحراء الغربية. كما أعلن تنظيم داعش عن اغتياله شاب كرواتي يعمل لحساب شركة فرنسية في مصر بعد خطفه في نهاية يوليو بالقرب من القاهرة، ليضع الإرهاب مصر بين شقي رحى في ظل جهود معلنة للقضاء عليه. داليا علي، كلام تاني.